بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا حاملين لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورهوان ولا عدوان إلا على اللئام. الله أكبر بالتمام في كل زمان ومكان، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. يعني اقطع يديكم، ما رازق إلا الله، وما مدبر لأمور خلقه إلا هو سبحانه وتعالى. وبالله شك، دخلت الشك في أغلب البشرية، شعوب مقهورة، دخلت فيها الشك اللي ما يعطيك فلوس إلا بنو صهيون، وما يعطيك الرضا وتبقى على كتفك إلا المشؤومون، من عرب وعجم والعياذ بالله، والكل ينفخوا ببعضهم، والكل يدغروا ببعضهم، والكل يسخروا ببعضهم، وهذا يلعب بهذا، وهذا يطيح هذا، وهذا نمام على حساب هذا ولحساب هذا، وهذه والمجر، يعني متخذين فيها، مورطين بكل أشكال التوريط. يا علاش حالكم هكا غير سليمة، لا في الآن ولا في المآل؟ تي علاش ما تعجلوش بالتوبة إلى الرحمن؟ تي علاه؟ وش بكم مسكرين تماما؟ قداش من مرة ندعوكم إلى القرآن لتدبروا آياته؟ هو أما منكم شرقا وغربا من بدأ يبحث هكا الفوي، يبحث على ضرب القرآن، أنا الكل يتحدث عنه، شنو هذا؟ هو قاعدين يثبتوا، ثبتوا اللي مختص في كذا ياخذ اختصاصه، ويبدأ سلط الضوء على اختصاصه، وهو يأتي بآيات من القرآن العظيم لا صلة وثيقة أو بعيدة بما يؤمن به في اختصاصه. وبعد كي يعلن الإسلام بالله، وكان تجيب له قنابل الدنيا وصواريخ السماء كلها، وتقول له أرجع، قل لك لا، كما فعل ملا اللي عملوها فرعون السحرة، حين أيقنوا أن المقابلة مع سيدنا موسى عليه السلام تشهد بأنه على حقهم على باطل، فهموا اللي لا خيار لهم بعد اتضاح الرؤية، فأعلنوا أمام من كان يسبحهم ويعطيهم من النساء ويعطيهم اللباب من جميع ما معناه، هات اخدمني بسحرك بدوام عرشي، أنا الله، أنا ربكم الأعلى. يقتري فيهم وليكون وذا فشلم ويعمل في البلف، ترق عليه وقال له افعل ما أنت فاعل، إن هي لحياتك الدنيا. يعني ملحوه تماما وطيشوه، وراه اللي هما لا يبالون بما بوعيده وغضبه وتهديداته وكل شيء، بعثوا شهيد، فإذا به غرق، وربي سبحانه وتعالى باش يجعله آية، خلى الآخرين تأكلهم الحيتان والأسماك، هو لنجاه الله اللي كان يكون عبرة، وموجود توا تحت بحوث بيولوجية وأنثروبولوجية، وكل نوع تاع كربون كذا وكذا، وما يثبتوا في عصر الكلب هذايا، هو أغرق. ولو قال آمنت، لكن جاء كلمة آمنت بعد فوات الأول. وعناه في الكفار في مقدمتهم الصهاينة اللي قام لاروم دي رتردتا، ما يخرطوا إلا مقر، دوخ مش تشنقلوا الجنم، وبئس المصير، على الدوام بالتمام، والسلام على من اختار السلام.